عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة بنبدأ سلسلة جديدة هتكون تعليم الإنجليزي للمبتدئين من البداية خالص، وزي ما تعودنا إن شاء الله بكل بساطة وبكل سهولة هنقدر نتعلم ونقدر نحن نتكلم أو نكون جمل كويس. فأول درس هيكون إزاي إن أنا أكون جملة بطريقة بسيطة وأبسط طريقة لتكوين الجمل. بسم الله. أول حاجة طبعا بس قبل ما نبدأ عشان تبقى عارف إن أقصر حاجة أنا ممكن أقولها هو فعل الأمر. لما أقول لك look أنظر أو study ادرس، فدي تعتبر جملة، بس هو دوبك كده إيه فعل الأمر، لأني بوصلت لك المعنى، لأن الغرض من الجملة إن أنا أوصل لك المعنى، أوصل لك فكرة، أو إن أنا أتكلم في حاجة أوصل لك بيها المعنى اللي أنا عايزه. طيب نيجي بقى لأبسط شكل للجملة. أبسط شكل للجملة هيبقى الفاعل والفعل، يعني بس احط الفاعل واحط الفعل يبقى كده جملتي، بس يكون الفاعل ان هو مش فعل متعدد زي العربي كده، يعني في افعال لوحده مش هينفع، لازم يبقى محتاج مفعول عشان ايه يقدر يوصل للمعنى. لكن انا قلت مثلا زي المثال ده the prisoners escaped، prisoners السجناء escaped هربوا، فكده وصل لك المعنى. او اقول they laughed هم ضحكوا، المعنى وصل لك. فدي جملة بسيطة خالص فيها الفاعل والفعل. الفاعل ده يطلع ايه بقى يا جماعة؟ يا اما يطلع اسم، يعني اسم حد، اسم علم، اسم جماد، اسم نبات، اسم حيوان. مثلا ما اقول علي، احمد، ما اقول elephant، ما اقول school، ما اقول teacher، يبقى ده الفاعل. او اقول ضمير، مثلا ضمير فاعل زي ما اقول I، we، you، they، he، she، it، ده كل ده الفاعل. بعدين الفعل انت عارف بقى، ياكل، يشرب، يلعب، ينام، يصحى، كل ده فعل. يبقى انا بفاعل وبفعل اقدر اكون جملتي. بقول I write the letter، I انا write بكتب letters الخطابات، او I sent the emails انا ارسلت الايميلات، I sent ارسلت. علي watched the film، علي شاهد الفيلم، علي اللي هو الفاعل، watched شاهد، والفيلم المفعول. فالجملة كده بس محتاج منك انا دلوقتي تعرف الفاعل وتعرف الفعل. الفاعل هيبقى اسم، احنا قلنا اسم بقى زي العربي، اسم جماد، اسم مش عارف انسان، اسم علم كده اسم. وبعدين الفعل. جملة زي ديت ممكن بقى انا عايز ازود شوية، فشوف I ate انا اكلت، I ate fish. الجملة اللي بعدها انا اكلت سمك، I ate a delicious fish، اكلت سمك لذيذ. ضفت له ايه هنا؟ delicious، يعني الصفة. الصفة ديت في الانجليزي بتأتي قبل الاسم، قبل الاسم وايه وتصفه. زي ما اقول a fast player لاعب سريع، ما اقول زي ما قلت هنا مثلا a clever boy ولد شاطر. هنا delicious مثلا جت قبل كلمة ايه fish، وصفت السمك ان هو لذيذ. اما اقوله مثلا هنا ضفت لها كمان حاجة yesterday. شفت بعد ما تزود انت افكارك وتزود يعني المعرفة بتاعتك بتقدر تضيف حاجات. يعني هنا الأول اتعلمنا فاعل وفعل، يعني اتعلمنا فاعل وفعل ومفعول، هنا فاعل وفعل وبعدين الصفة، وإن الصفة بتصف الاسم وتأتي قبله، خلي بالك، أو بعد verb to be هنشرح الصفة بعدين. I ate delicious fish yesterday، هنا ضفت كمان الإيه الوقت، كمان ممكن أضيف المكان. فده اللي إحنا نقصده، إن أنا هعلمك واحدة واحدة. بدأنا بفاعل وفعل، بعد كده هناخد بقية parts of speech، ده درس لوحده والله المستعان. يلا نكمل. هنا مثلا ما اقول they loved loudly، انا كده بقى ضفت حاله اهو adverb. الادفيرب بيجي بعد الفعل، قلنا يعني معظمه بيكون اخره ly، فهنا they loved loudly هم ضحكوا بصوت ايه عالي. ما اقول لك I'll call you tomorrow، I will call you tomorrow انا هكلمك ايه بكره، tomorrow ضفت يوم اهو. طب ممكن اكبرها قوي وممكن يبقوا هنا مثلا اقول ناصر عند علي، الاثنين اهم لهم الفاعل، ناصر عند علي. speak English بيتكلموا انجليزي when they are working، وهم بيشتغلوا بيتكلموا انجليزي، ناصر عند علي بدل فاعل مع بعض الاثنين اهو. اهم حاجه ان الجمله تعبر عن المعنى او الفكره، الجمله تعبر عن المعنى او الفكره اللي انا عايزها. يعني ممكن انا اقول مثلا جمله زي ديت او شوف كام كلمه جنب بعض بس ما يكونيش جمله، زي ما اقول a slow animal with small ears، حيوان بطيء ودانه صغيره. استفدنا حاجه؟ ما استفدناش حاجه، بس كلام وخلاص. لكن اهم حاجه ان الجمله تعبر عن المعنى والفكره حتى لو شكلها البسيط اللي هو الفاعل والفعل. I slept انا نمت، جمله حلوه قوي زي الفل. عايز اقول نمت بدري I slept early. طيب نمت بدري في البيت. I slept early at home في البيت. شفت؟ بسيطة خالص. بس ايه تتعلم فعل تعلم فعل تتعلم بعد كده ايه بقية الأجزاء بتاعت الجملة وبارتس اوف سبيتش ديت لها قصة تانية معانا إن شاء الله. طيب I'm listening to the radio أنا بسمع الراديو ده برضو حاجة جملة حلوة وزي الفل. طيب الفعل بقى ايه؟ يعني احط فعل وفعل بس فعل وفعل بس، لكن في افعال زي ما قلنا وزي العربي كمان مش هينفع احطه لوحده، لازم يبقى معاه مفعول، لازم يبقى مثلا هو فعل ايه متعدي. لكن بقى كمان في كومبلمنتس مكملات للجمله ايه بقى، يعني مثلا زي مفعول جانجز يعني حاجه مساعده. ما اقول هنا مثلا هي فيلز تايرد، هي فيلز تايرد هو يشعر بالتعب. هنا هي السبجكت وانه الفعل ممكن يبقى ضمير اهو زي هي هو فيلز يشعر tired متعب كومبلمنت كده مكمل. طيب لما اقول مثلا بقى ايه نشوفهم زي ايه، عندك اهوت جمله انا watch the film انا شفت الفيلم، ده ايه ده فاعل subject I watched شاهد verb اهو object اللي هو الايه الفيلم. يبقى انا I watched the film جمله فيها فاعل subject وفيها verb وفيها object. لما اقول they هم sent ارسلوا all the emails كل الايميلات، يبقى سي اللي هنا they فهل هي subject sent الverb emails object. يبقى انا كده وريت لك الجمله بعناصرها فاعل وفعل بس حلو قوي بس يكون مؤدية المعنى. بعد كده فاعل وفاعل ومفعول او بقى ظرف زمان او مكان او حرف جر او adjective او adverb زي ما يطلع بقى صفة حال زي ما يطلع. بس برضو نقطة بالمرة كده نقولها ان الجملة ما اقدرش او لازم ابدأها بحرف كابيتال، الجملة ابدأها بحرف كابيتال. تخلص الجملة زي جملة خبرية حط فول ستوب، استفهامية فيها سؤال بدأ بسؤال أو استفهام أحط كويشن مارك، أو فيها تعجب أحط إيه إكسكليميشن مارك علامة التعجب. يبقى برضو أشوف الجملة هنا I speak English يبقى هنا إيه الآي دوت أول الجملة بحرف كابيتال، آخر الجملة فول ستوب والأمريكان إنجلش بيريود. هنا do you speak English بدأ بحرف كابيتال ده سؤال فحطيت آخر حاجة كويشن مارك. be careful خلي بالك حطيت اول حاجه حرف البي كابيتال وبعد كده اخر حاجه ايه علامه التعجب. طيب انا الجمله البسيطه ممكن اربطهم، ممكن اربط الجمله اربط بقى بحاجات زي ايه and but مثلا because when كل ديت ايه حاجات تربط الجمله. زي مثلا اقول I gave her the book اديتها الكتاب، I gave her the book اعطيتها الكتاب and و she thanked me شكرتني. انا كده ربطت الجمله دول تو مين كلوزز، تو مين كلوزز يعني جملتين ايه اساسيتين connected ربطتهم by and I give her the book and she thanked me. طيب ممكن اربط بكوز كمان هنا بقى ايه هيبقى جمله اساسيه وجمله يعني تابعه فرعيه ليها. we aren't going to the party ما رحناش البارتي because لان we don't have invitations ما عندناش دعوات. ها الجمله بداتنا ايه نقدر نتكلم فيها اهوت وما شاء الله برافو تمام. هنا بقى انا عايزك انت تكون الجمل، احنا عرفنا الجمله فاعل وفاعل، فاعل ممكن يبقى اسم ايا كان الاسم ده او ضمير فاعل. طيب تقدر تكون الجمله بعد كده الفاعل عندي صفه هحطها قبل الايه قبل الاسم، عندي حال هصف بيها الفاعل ماشي. يلا خلينا نقول بقى كده انا لايكس فيش نادر، سهلة خالص. يلا يا جماعة فكر لايكس فيش نادر تمام. هبدأ بنادر اقول نادر اوكي بعد كده الفعل لايكس بعد كده فيش نادر لايكس فيش حلو نادر لايكس فيش تمام. طيب الجملة اللي بعد كده sleep at I 7 o'clock ها اوكي اعطيك فرصة تفكر. طيب I بعد كده الفعل sleep at 7 o'clock I sleep at 7 o'clock احنا بننام الساعة 7. اللي بعد كده to school went he early فرصة للتفكير اوكي يلا to school went he early طبعا هبدأ بايه بهي الفعل اهوت he he مكان الفعل went to school early. He went to school early. اوكي اوكي he المفروض he ليه كاتبين I؟ المفروض he went to school early لأن الفعل هنا he مفيش I. طيب a house bought my new friend. يلا نبدأ بإيه؟ اوكي هنا بقى أنا ممكن أبدأ ب my friend. my friend صديقي. بعد كده الفعل هو bought اشترى في الماضي a new house. خلي بالك new هنا adjective صفة. أقول إيه new house بيت جديد. في الإنجليزي الصفة تسبق الاسم. بقى my friend bought اشترى a new house. ألف مبروك. my friend bought a new house. برافو. بعد كده ate a delicious I burger. ها أبدأ خلاص بقت سهلة صح؟ أبدأ بI ate أكلت delicious burger. مع الفعل ده الماضي بتاع eat يأكل. late don't stay. دي جملة بقى إيه؟ أقول له don't stay late. أسهل من كده مفيش. don't stay late ما تأخرش. I like أوه ماي جاد أنا بجاوب هنا collecting like I stamps. أبدأ يا جماعة سهلة. I like collecting stamps. I like collecting stamps. أنا بحب أجمع الستامبس ضوابع. went the last week the to zoo. يا رب تكون سهلة. أقول إيه؟ أبدأ بقى بالفاعل they بعد كده الفعل went to the zoo last week. they went to the zoo last week. أتمنى إن شاء الله يكون درس بسيط وسهل، وأتمنى تكونوا حليتوا معايا وأنا بحل دلوقتي. جملة ببساطة خالص، فاعل وفعل يا جماعة. الفاعل هيبقى اسم أو ضمير، أنواع بقى كتيرة بعدين نتكلم عنهم، بس باختصار كده مثلا أقول اسم حد أو اسم علي، محمد، المدرسة، المدرس، الدكتور. بعد كده الفعل وأكمل جملتي تمام. إذا مأدية المعنى مش مأدية المعنى بضيف لها المكملات بتاعتها بقى أيا كانت، مفعول ولا حرف جر ولا زمن ولا مكان. أكمل جملتي إن شاء الله تكون سهلة.